صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير والسعادة وراحة البال. أصبح عليكم من المدينة المبهرة من دبي اللي تستضيف المعرض الدولي إكسبو 2020. أرحب فيكم وأدعوكم لزيارة هذا المعرض للتعرف على ثقافات العالم المختلفة اللي اجتمعت في دبي، وكذلك لتعيشوا هاي التجربة الفريدة من نوعها. أعزائي المستمعين، أرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. يسعدنا دائما تواصلكم وتفاعلكم معنا ومع ضيوف حلقاتنا لهذا اليوم على رقم التواصل 600551414، وللرسائل النصية القصيرة 4006. أطيب التحيات مني محدثتكم آمنة آل علي وبرافقكم خلال هذه الساعة. في حلقتنا لليوم من برنامج صحة وسعادة بنتناول معاكم آخر الأخبار والدراسات العلمية والعالمية وآخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي، وفي فقرة التغذية اللي عودناكم عليها كل يوم بنتكلم عن أهمية وجبة العشاء ومكوناتها الصحية، وفي فقرتنا الأخيرة بنتكلم عن أمراض الكبد والقولون والجهاز الهضمي والخدمات اللي يقدمها مستشفى راشد في هذا المجال. انتظرونا وتابعونا. خبرنا اليوم يقول التطعيم ضد الإنفلونزا ضروري لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. قالت اللجنة الدائمة للتطعيمات في معهد روبرت الألماني أن التطعيم ضد الإنفلونزا ضروري لمن تزيد أعمارهم عن 60 عام، وكذلك للحوامل ولمن يعانون من أمراض مزمنة نظرا لضعف جهاز المناعة لديهم. وأوضحت اللجنة أن الفترة المثالية للتطعيم ضد الإنفلونزا هي منتصف أكتوبر إلى منتصف ديسمبر، مشيرة إلى أن مفعول الحماية يبدأ بعد أسبوعين تقريبا من التطعيم، علما بأن موجة الإنفلونزا غالبا ما تبدأ مع شهر يناير. وأشارت اللجنة إلى أعراض جانبية محتملة بعد التطعيم مثل إحمرار موضع التطعيم والشعور بالألم وارتفاع طفيف في درجات الحرارة والتعرق والصداع وآلام العضلات، وطبعا هاي غالبا هذه الأعراض الجانبية تزول بعد يوم أو يومين. ونذكركم طبعا أعزائي المستمعين بأن لقاح الإنفلونزا الموسمية موجود في مراكز الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدبي، وهو مجانا للمواطنين وكذلك لإخواننا المقيمين فوق 65 سنة والأطفال اللي أعمارهم أقل من 5 سنوات والحوامل وأصحاب الهمم وأصحاب الأمراض المزمنة، كلهم توفر لهم تطعيم الإنفلونزا. وأيضا اللي ما تشملهم هذه المعلومات يعني أصحاب الأمراض المزمنة أو الكبار السن والحوامل يمكنهم أخذ لقاح الإنفلونزا برسوم رمزية في هيئة الصحة بدبي، وهذا طبعا لأخواننا المقيمين. ونذكركم بأن مراكز الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة تعمل بنظام المواعيد المسبقة، يمكنكم الاتصال على 800-342 وتأخذون موعد للقاح الإنفلونزا. كلنا عارفين أن الإنفلونزا هذا موسمها، ومثل ما ذكرت الدراسة بأن أفضل وقت أنكم تأخذون تطعيم الإنفلونزا هو في نص أكتوبر لنص ديسمبر. فإحنا ندعوكم أعزائي المستمعين، ودائما هيئة الصحة في دبي تعمل حملات للتوعية ولأخذ تطعيم الإنفلونزا، وهذا طبعا ضروري لكم ولأطفالكم. وطبعا مثل ما عودناكم كل يوم نبدأ فقرات برنامج صحة وسعادة مع آخر الأخبار ومستجدات وسائل التواصل الاجتماعي اللي تعرفنا عليها زميلتي أسماء الجناحي. صباح الخير أسماء. صبحتم الله بالنور والسرور عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. أهلا فيك أسماء، خبرينا شو هي آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي.
آخر المستجدات كنا أعلننا عن مجموعة من الخدمات، مثل ما تعرفون نتكلم من هذه الفترة عن نقل خدمات الأطفال الموجودة في كل من مستشفى دبي ومستشفى لطيفة لمستشفى الجليلة جليل الأطفال التخصصي. فيعني تم نقل أيضا مجموعة أخرى من الخدمات غير الخدمات اللي تم نقلها سابقا، وهي خدمات أمراض القلب، أمراض الجهاز الهضمي، أمراض الرئة، وأمراض طب الوراثة والأيض لدى الأطفال. تم نقلها إلى مستشفى الجليلة، من مستشفى دبي والطيفة إلى مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، وهذا كله لتقديم رعاية متخصصة للأطفال في مكان واحد. فتقريبا هالأشياء اللي كنا حاطينها يعني من ناحية الخدمات. أيضا نحب نأكد على موضوع اللقاح وأخذ التطعيم بالمراكز. يمكن أخذ تطعيم COVID-19 من خلال المواعيد المسبقة، سواء كان في الألف أبليكيشن اللي هو DHA أب، أو من خلال خدمة الواتساب اللي هو DHA واتساب 8342. بس اللي عليهم منهم يحفظون الرقم في قائمة الاتصال، وبعدين يكتبون كلمة هاي، وراح يشوفون مدة خدمات التطعيم، أيضا الخدمات الثانية اللي موجودة في تطبيق الواتساب، في أكثر من خدمة موجودة. أيضا من ناحية الخدمات الثانية، الخدمات الموجودة اللي ممكن يأخذون فيها مواعيد في الابليكيشن هي خدمة التطعيم، طبيب لك المواطن، خدمة فحص كوفيد، وأيضا خدمة تطعيم الإنفلونزا متوفرة في تطبيق هيئة الصحة بدبي. فتقريبا هذا اللي كنا نحب نأكد عليه من ناحية الخدمات الموجودة في هيئة الصحة واللي تم إعلانها مسبقا. أيضا نبغى نذكر أنه تم نقل جميع خدمات عيادة أب تاون للخدمات الوقائية إلى المراكز الأخرى، فالمتعاملين اللي يعني كان عندهم مواعيد في عيادة أب تاون للخدمات الوقائية راح توصلهم رسالة نصية قصيرة بموعدهم أو الموقع الجديد لمواعيدهم، وراح يكون مكان قريب من مركز أب تاون. فنتمنى أنهم يشيكون الاسمس وأنهم يشوفون الموقع قبل ما يروحون مواعيدهم. هذا اللي كانت له قناة التواصل الاجتماعي، ونتمناكم الصحة والسعادة. دمتي بصحة وسعادة زميلتي أسماء الجناحي، شكرا لك على هاي المعلومات اللي لازم دايما نحدثها للمستمعين. طبعا أعزائي المستمعين، مثل ما ذكرت أسماء الجناحي، هيئة الصحة في دبي تنقل مجموعة من خدمات الأطفال اللي توفرها في مستشفى لطيفة ومستشفى دبي إلى مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، وطبعا هذا النقل يتم من أجل تقديم رعاية صحية متخصصة للأطفال باستخدام أحدث الأجهزة والكفاءات الطبية. وطبعا هيئة الصحة في دبي، وهذا طبعا يعزز لنقل خدمات الأطفال كلها، بتكون إن شاء الله تحت سقف واحد في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال. ونحن في دورنا في برنامج صحة وسعادة دائما بنخبركم شو هي آخر المستجدات، شو هي الخدمات اللي تم نقلها إلى مستشفى الجليلة، وكذلك بنستضيف أسبوعيا أطباء من مستشفى الجليلة التخصصي يعرفونكم على هاي الخدمات، كيف ممكن تأخذون مواعيد، كيف ممكن أن تتم هذه العملية النقل إن شاء الله بسلاسة، حتى يتم أيضا لأفراد المجتمع اللي لديهم أطفال طبعا دائما تكون خدماتهم سهلة ويسر إن شاء الله، وتكون كلها تحت سقف واحد. فنشكر أسماء الجناحي إنها دائما تعطينا يعني مثل ما نقول التحديث المستمر، وندعوكم أيضا إلى الاتجاه إلى وسائل التواصل الاجتماعي، تشيكوا على حساب DHA_Dubai في إنستغرام، لوموا بشكل يومي كل يومين، وترك لكل المعلومات الصحية اللي تهمكم في إمارة دبي. بتحصلون أبديت على العيادات، أبديت على أماكن اللقاح، أبديت على لقاح سواء الإنفلونزا أو لقاح كوفيد، وكل الأخبار الصحية اللي تهمكم في هذه الفترة بتكون موجودة أكيد في حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. وبهذه أعزائي المستمعين نكون خلصنا فقرة التواصل الاجتماعي، وبننتقل معاكم بعد الفاصل لفقرة جميلة شوي. نحن مستعيدين على العشاء اليوم، ما أدري ليش فقرة التغذية بتكون عن وجبة العشاء،
وشو هي الوجبة المثالية، وبتكلمنا عنها أخصائية التغذية مريم علي. خلوكم معانا وانتظرونا في فقرة التغذية. صحة وسعادة. رجعنا لكم أعزائي المستمعين مع برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. طبعا يسعدنا دائما تواصلكم وتفاعلكم معنا ومع ضيوف حلقاتنا لليوم على رقم التواصل 600551414. ولرسائل النصية القصيرة والاستفساراتكم ملاحظاتكم نتقبلها على الرقم 4006. ومستمعين الأعزاء مثل ما عودناكم بداية برنامج صحة وسعادة مع فقرة التغذية، واليوم بنتكلم عن وجبة العشاء. وأكيد كلنا نعرف أن وجبة العشاء من الوجبات الثلاث الأساسية اللي علينا الالتزام بها، خاصة أن الجسم يحتاج إلى الطاقة للاستمرار بالقيام بوظائف الحيوية حتى أثناء النوم. ورغم ذلك فهناك الكثير من الناس اللي يستغنون عن تناول وجبة العشاء بهدف إنقاص الوزن، ويفضلون الذهاب إلى الفراش بمعدة فارغة تماما، مما يجعل عملية التمثيل الغذائي بطيئة وتعمل على تخزين الدهون في الجسم. وفي فقرة التغذية لهذا اليوم بنتكلم عن أهمية وجبة العشاء وشو هو مضمونها وكيف نتناولها ومتى نتناولها. ويسرنا طبعا تكون معانا اليوم الأستاذة مريم علي، أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي، وهي طبعا رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالهيئة. صباح الخير أستاذة مريم. صباح النور أختي آمنة، وصباح النور تابعين برنامج صحة وسعادة. أهلا فيك أستاذة مريم. اليوم مستعيلة على وجبة العشاء، إحنا بعدنا يمكن ما تريقنا للحين، ولكن الصراحة يعني الموضوع أكيد مهم. إحنا عادة بعد يوم طويل وبعد الشغل وبعد الواجبات أحيانا صراحة أنا عن نفسي أتكاسل عن وجبة العشاء، أقول المهم اليهال تعشوا، أنا مهم أتعشى خلاص، إنه يعني يلا المهم نرقد ونكمل اليوم الثاني. فنبغى نتكلم بداية عن أهمية وجبة العشاء. نعم بالضبط، وجبة العشاء تعتبر وجبة رئيسية ومهمة مثلها مثل أي وجبة من الوجبات الثلاث المعروفة خلال اليوم. لأن نحن عندنا الليل معروف لشو؟ للراحة والاسترخاء والنوم، فأنتي كيف بتعدلين مزاجك بدون راحة؟ وعندنا ثاني يوم لازم بعد نفس الشيء تكونين نشيطة ومستعدة أنك أنتي تستقبلين اليوم بنشاط وحيوية. فهذا كله نتيجة تناول وجبة العشاء، فلذلك وجبة العشاء من الوجبات الأساسية اللي يفضل أن الواحد ما يهملها، وننصح نحن دائما أن الواحد يتناولها، ولكن يعني لها مواصفات وجبة العشاء. نعم، إذا قلتي تونا طرقنا الحديث عن أهمية وجبة العشاء، إذا بنقول هذه الوجبة المهمة، فهل إذا أنا تركت وجبة العشاء وما تناولتها ممكن أن أصاب بمشاكل معينة، أو يعني مشاكل تنجم عن مثلا تخطي هذه الوجبة؟ نعم، أهم مشكلة اللي هي مشكلة النوم، بيكون فيه تقلب في المزاج، ممكن يؤدي إلى القلق والاكتئاب، الخلل في التوازن الهرموني، مشاكل في الجهاز الهضمي، وخاصة التمثيل، السيستم التمثيل الغذائي راح يتعرقل، وبالتالي يؤدي ممكن إلى تراكم الدهون. مثلا في أي وقت نحن بناكل الأكل ما راح ينهضم بشكل جيد، فيكون قابلية تخزين الدهون أكثر من أنه يكون فيه هضم وامتصاص، يرهق الجهاز الهضمي اللي عنده مثلا مشاكل، خاصة الناس اللي عنده مشاكل القولون والغازات وهاي الأمور راح تزيد عندهم.
نعم طبعا احنا ايضا في حلقة برنامجنا اليوم من صحة وسعادة بنتكلم ايضا عن القولون، فحلو ان احنا نعرف ان هذه الوجبة ممكن تأثر ايضا على جوانب اخرى في الجسم، يعني هي مش مجرد وجبة اساسية وخلاص. نعم بالضبط، هي تأثر على كثير من الامور نعم من الجسم. نعم استاذة مريم، اذا بنقول يعني شو هي الوجبة، يعني وجبة العشاء المثالية اللي ممكن انا اتناولها؟ بالضبط، هي من مواصفات الوجبة هذه انها تكون شاملة على جميع العناصر الغذائية، وفي نفس الوقت تكون كميتها معقولة، يعني تحتوي على البروتينات البسيطة مثل نقول البقوليات، الأجبان، مثلا البيض، ما يمنع أن يكون فيها مثلا لحوم أو دجاج، ولكن هاي الدهون المشبعة يفضل التقليل منها خاصة على وجبة العشاء. كذلك ممكن نضيف لها الروب والألبان، الخضار والفواكه، الحبوب الكاملة اللي فيها نسبة ألياف وتريح المعدة وتعطينا اللي هو هرمون الميلاتونين اللي يساعد على النوم والمزاج الجيد. نعم ولكن احنا نشوف اذا تفضل يعني اللي هو من مواصفات هاي الوجبة كذلك انه يفضل ان نحن ما نتناولها، يعني ما نتأخر فيها، يعني ما نتأخر فيها لبعد العشاء قد ما نقدر، بعد صلاة العشاء نتناول هاي الوجبة. نعم يعني ذكرتي ان الوقت ايضا مهم في وجبة العشاء، مش فقط سواء تناولتها او ما تناولتها، ايضا اذا تناولت اكيد بتناول وجبة العشاء، اتناولها في الوقت المناسب، ما اخرها لمثلا الساعة 11 او 12. بالضبط، لان سيستم التمثيل الغذائي معروف انه بالليل يبتدي السيستم يريح، يعني يكون بطيء، فعمل فإذا نحن خذنا وجبات ثقيلة فهو بيحاول يهضم اللي يقدر عليه، والغالب يروح يتخزن على شكل دهون. نعم بس أستاذة مريم، نحن نشوف حاليا حوالينا أهلنا أن اللي يتبعون حمية غذائية، أو سواء اللي تبغى تقلل من وزنها أو اللي تقول لك أنا سأسوي رجيم، وجبة العشاء ما ناكلها، فشو النصيحة اللي تقدمينها لهالأشخاص اللي يتبعون حميات غذائية لإنقاص الوزن وبالتالي ما يتناولون وجبة العشاء؟ مثل ما قلنا، وجبة العشاء من الوجبات الضرورية والأساسية، يعني ما يفضل أن نحن نهملها، لأنه بيكون في خلل في النظام الأنزيمات والهرمونات، فبالتالي ممكن يأثر على هرمون الجوع. فبدال ما انت تنظمين اكلك وتاكلين وما يكون فيه افراز هرمون الجوع، فبيكون على طول بتحسين انك انت جوعانه وغصبا عنك بتاكلين. نعم استاذه مريم، نصيحه اخيره تقدمينها للمستمعين فيما يخص وجبه العشاء واهميتها؟ أهم نصيحة لإنقاص الوزن هو أن نحن نبتدي بالتدريج، دائما نحاول نغير العادات الغذائية اللي نحن نتبعها وتكون خاطئة، نحاول نقلل في كمية السعرات الحرارية، نحاول نوازن في غذائنا أنه يكون دائما متنوع ونستمتع دائما في أكلنا، شرب الماء ضروري، الواحد يحاول دائما قد ما يقدر يكثر من شرب الماء. نعم أستاذة مريم، في هذا الجانب لو بتقولي لنا اليوم شو ممكن أتناول على العشاء وتكون هاي الوجبة يعني وجبة متكاملة ومثالية؟ وجبة العشاء إذا بنقول مثلا، إذا بناخذ من مجموعة إذا مثلا بس بنتناول شوربة، تمام؟ نعم بالنسبة لك أنت، يعني كنصيحة أنا بعطيك، لأنك أنت قلتي لي في بداية اللقاء أنك أنت ما تحبين، يعني مو بكل يوم الحين، مو بكل يوم أكل ما أتعشى، يعني أيام معينة. شو السبب؟ السبب قلت لك، يعني أنا أحس أنه خلاص أنه أوصل لوقت يمكن
يعني يمكن الساعة قولي 6 أنا كليت أي وجبة خفيفة أحس بالشبع خلاص، يعني أنا وقت العشاء ما أكون يعانى، فعقب أشوف إنه لا الحين الوقت تأخر. فعرفتي هالوضع اللي أنت مو بعارفة الحين الوقت الساعة 10 لا ما بأكل، الساعة 11 ما بأكل، الساعة 11 والساعة 7 أنا أصلا ما كنت يعانى نفرض، فأحس أنا حاسة بالشبع فما تعشيت لأني ما أكل، قلت لك وجبة خفيفة على الساعة 6 مثلا، فأقول خلاص يعني مو بلازم أكل، بشرب ماي وخلاص برقد. زين نعطي نصيحة بالنسبة لهاي الحالة، ممكن أنت مثلا إذا ما مشتهية تاكلين وجبة وجبة ناخدها كسلطة، يعني حتى هاي السلطة ممكن تكون وجبة متكاملة فيها خضار ورقية خضراء أو أي نوع من الخضروات، ممكن نضيف لها بعض أنواع الحبوب مثل الكينوا، بالإضافة ممكن كبروتين، ممكن نحن نضيف قطع من الجبن عليها، شوية مثلا مكسرات، وبالتالي تكون هاي وجبة فيها قيمة غذائية عالية وسعراتها بسيطة وهضمها جدا مريح للمعدة. نعم يعني حلو، وجبة تقدرين تقولين خفيفة وسهلة، يعني مش مو بلازم شيء يعني أتعناله ولا يعني طبخة ياخذ وقت، لا يعني شيء بسيط أقدر أتناوله وما يغثي، يعني أحسه شيء خفيف. نعم، وعندنا مثلا كشوربة، مثلا إذا بناخذ شوربة ممكن نحط فيها الشوفان مع بعض الخضار مثلا، وفيها مثلا نوع من أنواع البقوليات أو عدس أو قطع دجاج، هاي بعد بتكون وجبة متكاملة وخفيفة وسهلة على الهضم. نعم، فحلو إن الواحد طبعا يثقف نفسه ويحاول يدور مثل ما نقول يعني نوعية وجبات أخرى يتناولها على العشاء، مو بكل يوم نفس الوجبة عسب ما يمل أيضا من هذه الوجبة. نعم أختي آمنة، التنوع جدا مهم والاستمتاع في الأكل بعد أهم. نعم يعني ما نتناول الأكل فقط لتناول الأكل، بل نحن نستمتع بالأكل نتناوله في الوقت المناسب وبفايدة صحية مثل ما ذكرتي. فأستاذة مريم العلي أخصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة في دبي، شاكرت لك هاي المشاركة وهاي المواضيع الجميلة اللي تطرحونها في برنامج صحة وسعادة. شكرا لك. شكرا لك. طبعا أعزائي المستمعين وصلنا استفسار على رسائل النصية القصيرة من الأخ أو الأخت اللي رقمها آخر شيء 400، أقدر أقولكم بأن جميع استفساراتكم عن مستشفى الجليلة ونقل الخدمات إن شاء الله بنتناولها في حلقة كاملة متكاملة بنتكلم فيها عن نقل الخدمات الخاصة بالأطفال من مستشفى دبي ومستشفى لطيفة للجليلة وآلية العمل وكل المواضيع اللي تهمكم بنعلن عنها في حلقة يعني سابقة. بنقولكم أن مثلا حلقة يوم الخميس بنتكلم عن جميع الخدمات وبنوضح لكم كل الأمور، ولكن أيضا أنا أقولكم خلوكم على اطلاع على وسائل التواصل الاجتماعي لأن بنحط فيها جميع الأجوبة لكل تساؤلاتكم فيما يخص نقل خدمات الأطفال من مستشفى لطيفة ودبي إلى مستشفى الجليلة التخصصي. أعزائي المستمعين وبهذا نكون وصلنا لنهاية فقرة التغذية، ولكن مستكملين معاكم فقرات برنامج صحة وسعادة، ومعانا فقرة بتكون جدا مهمة للأشخاص اللي يعانون من القولون وأمراض مثل ما ذكرنا الكبد والقولون وأمراض الجهاز الهضمي بشكل عام، بتتناولها معانا الدكتورة هدى القرشي بعد الفاصل، انتظرونا. صحة وسعادة، رجعنا لكم أعزائي المستمعين مع برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. يسعدنا تواصلكم وتفاعلكم معنا ومع ضيوف حلقاتنا لهذا اليوم على رقم التواصل 600551414، وللرسائل النصية القصيرة 4006. يعد قسم أمراض الجهاز الهضمي بمستشفى راشد أحد الأقسام الطبية التخصصية اللي تقدم خدمات تشخيصية وعلاجية
متميزة للمرضى وفقا لأفضل البروتوكولات والممارسات والمعايير العالمية. وفي حلقة اليوم بنتكلم عن أمراض الكبد والقولون وأمراض الجهاز الهضمي بشكل عام. ويسرنا تكون معنا عبر الهاتف الدكتورة هدى القرشي أخصائي أول أمراض الكبد والجهاز الهضمي بمستشفى راشد. صباح الخير أستاذة هدى. صباح النور. السلام عليكم. اهلا اهلا فيك دكتورة. اهلا دكتورة. بداية نبغى نتكلم بشكل عام عن الخدمات اللي يقدمها مستشفى راشد او يقدمها قسم الجهاز الهضمي للمرضى بشكل عام. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية الصلاة والسلام على سيدنا محمد. احب اشكركم على مجهودكم لتثقيف المجتمع في الجانب الصحي وابرازكم للخدمات المستشفى، الخدمات اللي كثير من المرضى ما يعرفونها. فأهم الخدمات في قسم الجهاز الهضمي، إحنا عندنا 5 عيادات في الأسبوع: عيادة الجهاز الهضمي، وعيادة أمراض الكبد، وعيادة أمراض القولون التقرحي ومع الكرون ديزيز، وأمراض أورام الجهاز الهضمي. بما معناه أن إحنا في الأسبوع نشوف تقريبا 225 مريض، وفي السنة قريبة 11,000 مريض في العيادة. هذا غير العيادات التليفونية بالتليفون اللي هو تيلي كلينيك، ان المريض اذا ما يحتاج يجوا الى المستشفى وما عنده اعراض ما عنده مشاكل بس يحتاج انه بس ياخذ الادويه، احنا نطرش للادويه بس بالمقابله التليفونيه. الخدمات الثانيه ان في قسم الجهاز الهضمي المناظير المعده والقولون، المناظير التشخيصيه والعلاجيه في حاله النزيف العلاجيه، وفي حاله التشخيص ان لا سمح الله إذا المريض عنده لحميات أو عنده أورام أو عنده دوالي أو عنده أي شيء، فإحنا نشخص المريض في بدايته. مناظير منظار القناة المرارية التشخيصية والعلاجية، زائد عندنا منظار الاندوسكوبيك التراساوند اللي هو المنظار التصويري، هذا حق البنكرياس وأجزاء أخرى من الجهاز الهضمي. في عندنا فحوصات فحص حموضة المريء اللي يسمونه pH متري، ونسوي فحص حركة المريء اللي هو المانومتري في حالة المريء ما يقدر يبلع عنده مشكلة في البلع. عندنا في القسم أيضا مناظير الأمعاء الدقيقة اللي ما متواجد في أماكن وايدة في الدولة ولا حتى في الخارج، من المناظير المهمة جدا في حالة إذا المريض عنده نزيف الأمعاء الدقيقة، في هالحالة إحنا نوقف النزيف. علاج اللحميات مثل ما خبرتش عنه، وتشخيص أمراض الجهاز الهضمي من السرطانات وهالأشياء في وقت مبكر قبل انتشار المرض. نعم دكتورة، إذا أنت تشكرين لدورنا في تثقيف المجتمع، نحن نشكر لكم أيضا هذه الأعداد الكبيرة من المراجعين اللي أنتم ما شاء الله عليكم تستقبلونها في مستشفى راشد، والتقنيات الحديثة اللي حدثتينا عنها. دائما الأشخاص اللي يعانون من أمراض الجهاز الهضمي تجهون لمستشفى راشد لجودة الخدمات المقدمة فيه. فنحن إذا اليوم بنتكلم عن مثل ما ذكرنا في البداية عن أمراض الكبد، نبغى نتعرف منك دكتورة أكثر على أسباب وأعراض هذه الأمراض. أمراض الكبد، تثقيف المجتمع لها شيء وايد مهم، لأن المرضى وايدين يجون عندهم مشاكل في الكبد وفي البداية، لأن الكبد هو في البداية يكون مرض صامت، المريض ما يعرف أنه مريض لما تتفاقم الحالة. فأسباب أمراض الكبد هي أول شيء الكبد الوبائي، الفيروس A اللي هو اللي عن طريق الأكل إذا الأكل غير نظيف، فيروس B and C هذا عن طريق الدم الملوث أو عن طريق الإبر الملوثة أو عن طريق الصالونات والحلاقة اللي يستخدمون الموس المستخدم، يعني الشخص اللي يصير صالون غير نظيف والحلاق غير نظيف إنه يستخدم نفس الحلاق يستخدم نفس الموس لأشخاص مختلفة، الفيروس ينتقل. السبب الثاني لأمراض الكبد اللي هو عندنا منتشر بعد اللي هو السمنة
اللي تؤدي إلى تجمع الدهون على الكبد، مما يؤدي إلى تليف الكبد بعد سنوات. شرب الكحول يؤدي إلى تليف الكبد. أمراض الكبد المناعي اللي هو أن المريض يكون تكون عنده مضادات في الجسم تحارب الكبد فما تتعرف على الكبد نفسه. بعض المرضى يأخذون أدوية من غير استشارة الطبيب، فبعض الأدوية تؤدي إلى أمراض الكبد وزيادة الأنزيمات وساعات إلى تليف الكبد. في الصالات الرياضية والجيم بعض المدربين ينصحون المتدرب أن يستخدم بعض أنواع الهرمونات والحبوب وهالأشياء، وهذه أيضا تؤدي إلى مشاكل في الكبد. فالمريض الشخص لازم ما يأخذ هالأشياء من غير مراجعة الطبيب ومن غير ما يتأكد أن هالشيء خالي من المواد اللي تؤثر على الكبد. نعم. فهذه الأسباب الأساسية لأمراض الكبد. بس شو هي الأعراض؟ مثل ما خبرتكم أن في البداية المريض ما عنده أعراض، بس يوم تتفاقم الحالة عقب يكتشف يلاحظ أن عنده اصفرار في العين، يرجع دم، تستوي له دوالي في المريء، انتفاخات في البطن، انتفاخات في الرجل، الغيبوبة الكبدية وأمراض الكلى. فنقدر نقول دكتور أنه لا يوجد أعراض ظاهرة، أعراض أولية ممكن يتعرف فيها المريض أنه مصاب بأمراض الكبد. صحيح. يعني إذا الشخص عنده فيروس بي ولا شيء ما بيعرف أنه عنده لما يسوي الفحوصات. في الحالات المتقدمة يعني في البداية ما يعرف، لين ما تتأزم الحالة عقب سنين وعقب ما الكبد يتليف يعني بيعرف أنه هي كان عنده الفيروس وكان المفروض يتعالج من الفيروس قبل. اللي عندهم دهون في الكبد بعد لازم يسوون رياضة على أساس الدهون اللي على الكبد تخف وتروح، وممنوع شرب الكحول نهائيا لأن شرب الكحول يأثر تأثير مباشر على الكبد. نعم دكتورة، إذا ذكرتي أن هذه الأعراض لا تظهر وأن المريض ممكن أنه بعد سنين يكتشف أنه مصاب بهذه بأمراض الكبد، هل ممكن دكتورة يعني في بالي أن الفحص الدوري، هل ممكن للشخص اللي يفحص فحوصات دورية سنوية مثلا أنه يطلب فحص للكبد؟ أنا أتمنى أن الناس كلها تكون لهم ثقافة في هذا الشيء، ان الفحص الدوري وايد مهم، ان يكون اذا عندهم فيروسات بي ولا شيء يشوفون انزيمات الكبد اذا هي مرتفعه، لان ساعات الانزيمات تكون مرتفعه والمريض ما يعرف لان مثل ما يعني ما في اي اعراض ارتفاع الفيروسات. اذا المريض حتى اذا ما عنده فيروسات بس ارتفاع الانزيمات المريض لازم يجينا على اساس احنا نعالجه نعرف شو سبب الارتفاع ومنها نعالجه على طول. نعم، فيعني أهمية هذا اللي دائما نتكلم عنه في برنامج صحة والسعادة دكتورة، أهمية الفحوصات الدورية اللي ما تكلف الشخص شيء، مجرد تجاهل للمركز الصحي أخذ موعد للمركز الصحي ويقوم بهذه الفحوصات الدورية لو مرة في السنة دكتورة. وحتى نحن الحين نقولهم إن اسم مثلا هذا الفحص دكتورة نقدر إنه يطلبون اللي هو فحص أنزيمات الكبد. صحيح الكبد. صحيح. نعم نعم. فدكتورة إذا كان هذا المرض اللي هو أمراض الكبد أمراض مثل ما نقول صامتة الواحد ما يدري عنها إلا بعد تفاقم المرض، هل هناك طرق أن الواحد يقي نفسه من أمراض الكبد؟ نعم صحيح، في طرق. أول شيء الأكل، لازم الأكل يكون صحي ونظيف، يعني مو بأي مطعم، في بعض المطاعم مو نظيفة. نعم. فلازم الأكل يكون نظيف. إذا الشخص سمين يعني وزنه زايد والإنزيمات الكبد مثلا مرتفعة وشي لازم ينقص من وزنه، لأن وجود الدهون على الكبد يؤدي إلى تليف الكبد. أكيد شرب الكحول ممنوع نهائيا، عدم استخدام إبر ملوثة، والشخص لما يصير الحلاق لازم يستخدم أشياء خاصة، إذا الحلاق وحتى البنات يمسلون صالون لازم يستخدمون أشياءهم الخاصة حق المانيكير وبديكير
والريايل بالنسبة للموس شفراتهم الخاصة. عدم أخذ هرمونات أو أدوية أو إبر من الصالات الرياضية لين ما يتأكدون أن هالأشياء خالية من المواد التي تؤدي إلى زيادة أنزيمات الكبد. نعم دكتورة. دكتورة هل في مواد معينة يمكن أن نحن مثلا مواد أنت ممكن توعين المستمعين أن والله هذه المواد توفرت في هذا في هذه الإبرة أنت لازم ما تأخذها، ولا يمكنهم هم أيضا يبحثون والاطلاع على هذه المواد أو بشكل عام ما يتناولونها؟ في الأندروجينيك استيرويد، في بعض الأشياء مال الاستيرويد اللي الشخص ما ينتبه لها لأن فيها جرعات يعني فيها نسبة قليلة منها، فالناس تحرنا عادي ناخذ ومنها احنا بنعضل والعضلات بتكبر وما ادري شو هالأشياء تستوي، بس في نفس الوقت تخرب أشياء ثانية، تخرب الكبد. في ناس ياخذون الكرياتينين وهالأشياء، في هالأشياء كلها تأثر على الكبد تأثير سلبي. نعم، استشارة الطبيب طبعا قبل تناول هذه المواضيع. صحيح. نعم. خاصة الشباب ان يحبون يعني المظهر الخارجي يكون متناسق. نعم. فهم في نظرهم المظهر الخارجي يكون متناسق بالعضلات، فيصيرون الطلعات الرياضية على اساس يسوون البودي بيلدينج وهالاشياء. نعم بالضبط. فدكتورة نقدر نلخص نقول الوقاية خير من العلاج. أمراض الكبد ممكن أن الشخص يقي نفسه منها عن طريق الفحوصات الدورية أو عن طريق الأكل الصحي النظيف، وأن مثل ما قلنا ما يأخذ الإبر ملوثة أو يأخذون العدة الخاصة منهم سواء الرجال أو النساء لمراكز الحلاقة أو الصالونات، وكذلك عدم تناول الهرمونات بدون استشارة للطبيب. تعرفون يعني على شو تحتوي هذه الهرمونات، لأن مثل ما ذكرنا الموضوع جدا مهم. وأمراض الكبد قالت الدكتورة أنها أمراض لا تظهر عليها الأعراض إلا بعد سنين، يعني مثل ما نقول بعد ما يفوت الفوت يعني. فليش الواحد ما يقي نفسه في البداية قبل ما يتعرض لهذه الأمراض؟ دكتورة حديثنا مستمر عن الجهاز الهضمي وأمراض الجهاز الهضمي، ولكن بننتقل لمرض القولون العصبي. نبغى نعرف منك دكتورة أكثر عن أسباب هذا المرض وكيف يمكن الوقاية والتعايش معه. القولون العصبي هو أكثر شيء مرض، هو مرض غير عضوي يعني يكون نفسي أكثر من يكون عضوي. المريض بالعادة يجينا بآلام في بطنه، عنده إسهال، إمساك، غازات، انتفاخ في بطنه، هذه أهم أعراض بالنسبة للقولون العصبي. هي شو أسبابه؟ إن تستوي انقباضات في عضلات الأمعاء. ليش تستوي هالانقباضات؟ يعتمد على الحالة النفسية، التوتر تؤدي إلى الانقباضات، اختلال في توازن البكتيريا الموجودة في الأمعاء تؤدي إلى انقباضات مما يؤدي إلى آلام أو وإسهال أو إمساك، مشاكل في الأعصاب المرتبطة بالجهاز الهضمي. فأكثر شيء القولون العصبي اسمه عصبي لأن أكثر شيء يطلع من العصبية، من الاكتئاب، من الضيق، من التوتر. فأكثر الناس أكثر الناس معرضين لهذا الشيء النساء طبعا، الإناث اللي عمرهم أقل من 50 سنة، لأن حالات الاكتئاب والقلق عندهم يمكن أكثر من الرجال، فهم يكونوا معرضين للقولون العصبي أكثر من الرجال. نعم دكتورة ذكرتي أن شو هي أسباب هذا المرض، ذكرتي أنه ممكن يكون هذا المرض نفسي أكثر. هل ممكن للأشخاص اللي يعانون من القولون العصبي الوقاية منه؟ الوقاية من القولون العصبي أولا تجنب الأطعمة اللي تزيد من الأعراض، لأن كل شخص دكتور نفسه، يعني كل شخص يعرف شو الأدوية اللي شو الأطعمة اللي ما تناسبه، من البقوليات، من الفول، من الفلافل، هالأشياء. فتجنب الأطعمة التي تزيد من الأعراض، التركيز على الألياف وشرب كثرة شرب السوائل، الرياضة أكيد يعني تقلل من أعراض القولون العصبي، النوم، الحصول على قسط كاف من النوم يقلل من القولون العصبي ومن أعراضه، استشارة الطبيب، التغذية، إن يمكن الشخص ما يعرف شو يناسبه ولا شو ما يناسبه ولا شو الأشياء اللي لازم يبتعد عنها،
ففي هالحالة لازم طبيب التغذية يشوفه ويعطيه جدول بالنسبة للأشياء اللي لازم يبتعد عنها. نعم، فأنتي ذكرتي دكتورة يعني أشخاص اللي يعانون من مرض القولون العصبي هم أدرى أيضا بالأشياء اللي ممكن تزيد القولون العصبي أو تقلل منه. صحيح. نعم. صحيح صحيح. ففي الحالة المريض إحنا يعني إذا المريض يعني إحنا شو نسوي له؟ إحنا يعني نعطي بعض المسكنات، نعطي أدوية بالانتفاخات اللي عنده من الغازات اللي عنده. بس في منهم يسوون مناظير منظار المعدة والقولون عشان يتأكدون عندهم مشاكل ثانية ولا لا. فهذول ما تكون عندهم أي مشكلة، إحنا صحيح إن في منهم نسوي لهم مناظير لأن المريض يقول أنا أبغى منظار عشان أتأكد، بس يطلع إنه ما عندهم أي شيء، قولونهم نظيف يعني ما عندهم أمراض ثانية. فهذه الأشياء الأساسية بالنسبة للقولون العصبي. نعم دكتورة، أيضا حبينا نعرف منك اليوم في برنامج صحة وسعادة شو هي أكثر الأمراض الجهاز الهضمي انتشارا في الدولة من وجهة نظركم؟ الارتجاع المريئي، إن المريض هنا يقول أحس بلوعة، أحس أني أبغى أرجع، أحس هالأشياء. فإحنا نسوي له منظار يطلع عندهم منظار يعني يطلع عندهم التهابات في المريء، فياخذوا العلاج يستوون بخير. فليش عندهم ارتجاع مريئي؟ لان بالعاده يعتمد على طبيعه الكواليتي اوف لايف مالهم، طبيعه اكلهم وطبيعه نومهم، يعني كيف ينامون. في منهم ياكلون يرقدون على طول، فالاكل بعده ما انهضم يؤدي الى الارتجاع. السمنه تؤدي الى الارتجاع لان العضله بين المريء والمعده ساعات تكون ضعيفه فيؤدي الى الارتجاع المريئي. هذا رقم واحد. رقم اثنين، في عندنا مرضى وايدين عندهم التهاب الأمعاء اللي هو القولون التقرحي والكرونز ديزيز. هذا تشخيصه يكون بالمنظار أكيد، يعني المريض ينبع عنده آلام في بطنه، عنده نزيف، التهاب الأمعاء والقولون التقرحي منتشر عندنا. السبب الثالث، القولون العصبي بعد موجود بكثرة للأسف. هذه الأمراض المنتشرة عندنا في الدولة أكثر، الارتجاع المريئي والالتهابات الأمعاء والقولون العصبي. نعم. أيضا دكتورة، في ختام الفقرة حابين نعرف منك نصايح عامة توجهينها لأفراد المجتمع لتجنب طبعا الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي. أول شيء الأكل الصحي، رقم واحد أكل صحي وتغذية سليمة. رقم اثنين كثرة شرب السوائل، سوائل ماي وعصائر، كثرة شرب السوائل. رقم ثلاثة ممارسة الرياضة بشكل منتظم، هذول أهم ثلاث أشياء، وعدم أخذ أي دواء من غير استشارة الطبيب. بس في شيء اسمه ألارم ساين، إن المريض تكون عنده ألارم ساين إن لازم يصير عند الطبيب. إذا عنده فقر دم فجأة، إذا عنده نقص في الوزن من غير ما هو يعني وزنه ينقص من غير ما هو يسوي رجيم، نقص الوزن بشكل تلقائي. إذا رجع دم، إذا عنده دم في البراز، في الحالات الأربعة لازم يتابع، لازم يصير عند الطبيب وأساس نسوي له الفحوصات اللازمة. ولا سمح الله إذا في أشياء على طول يعني to detect it early، إنه تشفى في وقت مبكر. نعم، فدكتورة مثل ما نقول الشخص هو يعرف نفسه أكثر، يعرف إذا هو يعاني مثلا أنا وزني ثابت طول السنة فجأة أنزل نزول غريب في الوزن، مثل ما ذكرتي أيضا دكتورة فقر الدم أو النزول المفاجئ في الوزن، وكذلك كل الأعراض اللي ذكرتيها اللي ممكن تظهر على الأشخاص، فتنبه الشخص أن عندك مشكلة راجع الطبيب. وكذلك النصائح العامة اللي وجهتيها نصائح في محلها دكتورة، وأيضا نتمنى من أعزائي المستمعين أن ما ينسون الرياضة، يلتزمون بها، وكذلك السوائل مثل ما ذكرتي دكتورة هدى القرشي أخصائي أول أمراض الكبد والجهاز الهضمي. شاكرا لك تواجدك اليوم معنا وهاي المعلومات القيمة، وأيضا الشكر الجزيل موصول لفريق
العمل معاكم والأطباء في قسم أمراض الجهاز الهضمي مستشفى راشد. مشكورين. شكراً لك دكتورة. أعزائي المستمعين، في حلقة برنامج صحة وسعادة لليوم تناولنا مواضيع مهمة، تناولنا موضوع أهمية وجبة العشاء وكذلك أمراض الجهاز الهضمي. أتمنى أن نكون قدمنا لكم المعلومات القيمة وتكونون استفدتوا معنا في هذه الساعة. وفي نهاية حلقتنا أشكر لكم حسن متابعتكم، آملة أن نكون دائما عند حسن ظنكم، والشكر الجزيل لفريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وكذلك الشكر موصول لإذاعة نور دبي ولمخرجنا المبدع دائما الأخ نمر محمد، وكذلك لزميلتي في التنسيق والمتابعة ميرا الخفلي. وكنت معاكم آمنة العلي خلال هذه الساعة. أتمنى لكم دائما الصحة والسعادة، وفي أمان الله. صحة وسعادة